مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في تاني حلقات برنامج ابدأ بنفسك. برحب بيكم، برحب بكل السادة المشاهدين، وطبعا برحب بزميلتي رحمة. اهلا بك يا كريم، واهلا بالساده المشاهدين. ومعانا اول فقره مفاجاه، اقول ولا خليها مفاجاه؟ خلينا بس نتكلم كده قبل اول مفاجأة او قبل اول فقرة عن موضوع شاغل بال الناس الفترة الحالية دي، مش علشان بس شخصية معينة او حاجة، لكن ده حتى بيتكرر احنا في حياتنا الشخصية كتير قوي. الحسد، ايه رأيك في موضوع الحسد ده؟ هو انا شايفة ان الحسد والغل والحقد كتروا وبقوا كتير جدا، وكمان على السوشيال ميديا. يعني اي حد بينزل صور ومثلا بيضحك او خلاص بيفتكروا ان حياته هو كده بقى مبسوط، مع ان بالعكس ممكن يكون بينزل صورة بيضحك بس عشان يدي طاقة ايجابية للي حواليه، بس هو عنده مشاكل كتير جدا في حياته. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ انا والله جيت في فترة بطلت انزل صور على الفيسبوك، مثلا كنت انزل صورة يعني تاني يوم لازم اتحرق او لا يحصل حاجة. انا بنزل يا جماعة صورة بعد اسبوع على السرير. لا والله والله فعلا الموضوع فعلا مشكلة. يعني انت لو تاخدي بالك، يعني كنت مثلا انزل صورة عادية جدا، ده انا ممكن ابقى متصور في الصالة في بيتنا، يعني تاخدي اللي هو كمية الحسد اللي هو ولا كأني متصور في الساحل وماسك 1,000,000 جنيه، مع ان هي صورة عادية في الصالة في بيتنا ما فيهاش اي مشكلة. يا جماعة انا بس عايزة بس اوصل رسالة، مشكلة حبوا الخير لبعض. ما تبقاش دايما مثلا لو شفت حد فيه خير تتمنى الخير ده يزول من عنده عشان يجي ليك انت مثلا. لا، حبوا الخير لبعض اللي فيها. لما انتوا تحبوا الخير لبعض اكيد ربنا هيديك، يعني هيجازيك على النية اللي فيك دي. فانت ايه رأيك في في مشكلة الموضوع ده؟ بقى، سيبك من رأيي، في مشكلة ان هو ايه بقى؟ يا ريت بيتمنى انه مثلا ان انا نفسي ابقى زيك او احقق الحاجة دي المعينة. لا، يا ريت، يعني يا ريت كان الاول مفهوم الحسد في زمان ان زمان هو ايه، انا بتمنى الحاجة اللي هي مش عندي وعند غيري. دلوقتي بقى اللي هو اشمعنى ده؟ لا، هو بيبقى عايز يزول من الانسان اللي قدامه ويجي ليه. ده يعني غلط هو يا جماعه. اشمعنى ده؟ ليه ده بالذات؟ دي حاجة غريبة، فاهماني؟ اشمعنى ده وانا لأ؟ طب انا عايزه اسال سؤال، هو ليه الحسد زمان كان قليل ودلوقتي كتر؟ ليه الغل والحقد دلوقتي كتر؟ ليه مش بنتمنى الخير لبعض؟ هو تقريبا تحليل بسيط كده، لانه كان يعني في حاجة يمكن انت قلتها لي اللي هو داير على شمعتها كتير. بالظبط. الموضوع زمان برضو ما كانش فيه سوشيال ميديا منتشر، فما كانش حد يعرف عن حد حاجة قوي زي دلوقتي. لكن دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ هي للأسف السوشيال ميديا ليها سلبيات وإيجابيات. يعني يا جماعة مش أي حاجة حلوة في حياتكم تبينوها، يعني بينوا شوية وداروا شوية. كمان في حاجة مهمة جدا، يعني بالذات بالنسبة لل يعني الأكل، الحركة دي يعني أنا بشوفها من رأيي إن هي مش بحبذها لسبب معين، إنه مثلا أنت برضو لازم تاخد بالك إن زي ما في الغني في الفقير، زي ما ربنا تخلي بالك إداك. من مشاعر الغير، بالظبط تخلي بالك من مشاعر الغير. بالظبط. بتصور ده اكيد في ناس هتبقى وبعدين خد بالك من حاجة، يعني هو الحسد هيبقى حتى في الأكل كده، فدي هتبقى مشكلة كبيرة فعلا. احنا بس نحاول، يعني برضو كلمة مهمة جدا، ما شاء الله. الكلمة دي لو اتقالت حتى لو انت قصدك تحسد، ما شاء الله بتمنع ده. ده بالظبط حاجة حلوة جدا يا جماعة، اللي احنا لما نشوف أي حاجة نقول ما شاء الله، حتى لو احنا بنتمنى الأذى لغيرنا، بس قول الكلمة دي يمكن تمنع حاجة، يمكن تمنع الشر عن مثلا عن إنسان أو بني آدم. ويا جماعة برضو اتعلموا، مش أي حاجة تصوروها، مش أي حتة تروحوا وتصوروا وتنزلوا. في ناس بتبقى نفسها تروح المكان ده، أو في ناس بتبقى وهي مش عارفة تعمل كده، فأنت بتعمل كده، فأكيد يعني خلي بالكم يا جماعة من الموضوع ده جدا. المشكلة كمان بقى رحمة، أو أشد أنواع الحسد بقى فعلا، اللي هو بيحسد نفسه بنفسه. ده انا. يعني في مثل بيقولك ما يحسد المال الا اصحابه. إلا ده أصحابه، حقيقي يا كريم. سبحان الله. فعلشان كده إنك تستخدم كلمة ما شاء الله دي يا حاجة جماعة كويسة حاجة جدا. حلوة، حاجة طبعا. حلوة. فطبعا إحنا كنا في عايزين يا كريم إيه مثل بقى؟ ماما دايما بتقولهولي، بتقولي من حسدوك عزوك.
يعني الحسد فعلا يا جماعة بيوصل للقبر من الآخر. في فعلا يعني الواحد طبعا يعني ربنا يبعد عنكم كلكم اي شر، آمين يا رب. بس برضو ازاي بقى نقي الحسد ده او شره؟ برضو احنا المفروض نقوم يعني برضو نحصن نفسنا. يا جماعة واحنا كمان مقصرين مع علاقتنا مع ربنا، يعني يمكن الموضوع ده هو اللي زود في الفترة الأخيرة الحسد والحقد والغل، بسبب ان احنا يعني كلنا حتى انا اولكم مقصرة طبعا، واجبي ناحية ربنا، واجبي ناحية الصلاة، واجبي ناحية ان انا اقعد اقرأ قرآن، احسن نفسي، فكل الحاجات دي بتفرق جدا في حياتنا. واهم حاجة طبعا يعني آية الكرسي الصبح دي جميلة جدا، طبعا دايما بعمل كده. فاحنا طبعا الموضوع ده لو كلمنا فيه هناخد وقت وقت طويل كبير جدا جدا، محتاج مقال لوحده. بس يعني خلينا نختصر الموضوع او نقول يعني باستفاضة كده، كفاية العين فلقت الحجر كفاية. قولوا يا جماعة ما شاء الله. طبعا احنا هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع مع اول فقراتنا النهاردة، مفاجأة. اسلام موهبة غنائية جميلة جدا، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع اولى فقرات النهارده مع دكتور منى البنا، اخصائي تجميل وتقويم الاسنان في جامعه المنصوره. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور، شرفتينا، نورت الاستديو. تسلمي لي. دكتور، الاول قبل ما نخش في اي حاجه، طبعا انت سمعتي موضوع الحسد اللي احنا حسد؟ اتكلمنا ايوه. فيه، اتحسدتي قبل كده بس جامد قوي حابين يعني؟ نعرف. بس انا مش بركز بصراحه يعني في موضوع الحسد، بس بتحصل لي مواقف يعني ما اقدرش افتكرها، بس هي مواقف ايه كتير اصعب يعني. موقف قابلك في موضوع الحسد؟ لا ما اقدرش افتكر لك بصراحه، بس هي بتبقى مواقف كتير يعني موضوع الحسد ده. طب هو وهل في موقف طريف شويه مش عايزه اقوله يعني. اول ما فتحت عياده طبعا طبعا اكيد حصل موقف، اكيد بيأثر على حياتك الموضوع ده. اكيد طبعا، يعني ممكن يأثر على النفسيه، الحسد ده ممكن يدخلني في مود نفسيه مش كويس، ده طبيعي ممكن يبقى حسد. طيب ربنا يسترها طبعا ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. كنا عايزين نسأل حضرتك بقى أهمية الأسنان اللبنية عند الأطفال، ودور الأمهات برضو بالنسبة للطفل، تتعامل مع أسنان مهم الطفل جدا إزاي؟ الموضوع. طبعا هو انا جايه مخصوص عشان الموضوع ده النهارده، عشان اللي بشوفه كتير بصراحه من الامهات واهمالهم في اطفالهم. ايه والله، هو الاسنان اللبنيه يعني ان امهات بتكون فاكره ان هي اسنان هتتخلع وهيطلع مكانها اسنان تانية. طيب ما هو احنا ليه ربنا خلقنا بيطلع لنا الاسنان اللبنيه ودايما ليها وقت محدد هتطلع فيه؟ ما هو ليها اهميه، لازم نحافظ عليها لحد ما السن يتبدل لوحده كده، رباني كده يتخلع لوحده كده ويطلع مكانه السنان اللبنيه. طيب اهميتها، طبعا اول حاجه السنان اللي قدام دي مهمه جدا للطفل، يعني لو الاسنان اللي قدام دي مش موجوده او مسوسه طبيعي هي هتاثر على نفسيه الطفل، طبيعي هتاثر على شكله، يعني كبير على نفسيه الطفل. بالظبط، يعني في امهات بتيجي الطفل مكسوف يضحك، دخل مثلا الحضانه هو مكسوف من اصحابه لان بيتريقوا عليه وبيشاوروا على اسنانه. تمام. التنمر. ايوه التنمر. برضو بتاثر على النطق، ما هي الاسنان اللي قدام دي لو مش موجوده طبيعي مخارج الحروف هتكون بايظه. طيب الاسنان الضروس بقى اللبنيه اللي ورا بتفيدني في ايه؟ في المضغ، لو هي مش موجوده او مسوسه بتضايق الطفل وبتسبب له الم، طبيعي ان هو مش هيمضغ كويس، فعمليه الهضم طبيعي هتكون وحشه جدا. الالم اصلا اللي ناتج عن التسوس هياثر على نفسيه الطفل وهياثر على تركيزه، لو هو في الدراسه وبيتالم وقاعد طبيعي مش هيتلقى دروسه بشكل كويس جدا. الحاجه المهمه جدا 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 واللي جاي اتكلم عنها، ان هي بتحفظ مكان للاسنان الدايمة ان هي تطلع، لو الضرس اتخلع بدري السنان بتقرب من بعضها ناحيه الفراغ، يجي الضرس الدايم يطلع مش هيلاقي مكان، دخلنا في قصه تقويم. تمام، يعني دي حاجة مهمة جدا ان هي بتحفظ مسافة للأسنان الدايمة. طيب لو اتجهنا بقى لخلعها، يعني ممكن الأم بتفضل سايبة الطفل مسكنات 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 وتيجي، أو ده غلط طبعا. هو الضرس بيبقى ديستركتيف خالص، بيكون اتاكل، هو مفيش مجال ان هو يتعالج. طب انا هخلع لسه سنتين تلاتة أربعة على الضرس الدايم ان هو يطلع، في عندي جهاز حافظ مسافة، ده هيتشاف في الصور برضو، حافظ المسافة ده بيخلي كل ضرس واقف في مكانه ثابت مش هيتحرك، لما الضرس الجديد يجي يطلع ويظهر الام بتاخد الطفل كده لطبيب الاسنان هيشيل له حافظ المسافه. تمام، جهاز بسيط جدا برضه هيتشاف في الصور، حاجه عاديه والطفل بيتعود عليها ومش هتضايقه في الاكل، بالتالي انا اصلا مش هدخله في مشكله التقويم،
تقويم طبعا مشكله ان هو بيقعد فتره طويله، ممكن مشكله صعبه هتضايق اللي حاطط التقويم، فانا كده حافظت له على كل حاجه في ميعادها السليم ان هي تطلع، فمش هدخله في مشاكل تانية. طيب حابين بقى يا دكتور نعرف منك، هل مجال الاسنان كان هدفك من وانت صغيره ولا من خلال الصور اللي الدكتور كانت بتكلم عنها؟ صور الجهاز او الاسنان الظاهره على الشاشه. حضرتك كنت بتقولي طبعا ان الجهاز ده بيقوم بعمليه ايه؟ بيحفظ كل ضرس في مكانه الطبيعي. احنا دلوقتي اسناننا لو لقيت فراغ بتتحرك ناحيه الفراغ، يعني دي معلومه كتير مش عارفها، السنان لو لقيت حاجه كده فاضيه بتتحرك ناحيه الحته الفاضيه دي. طب لو اتحركت، انا عندي ضرس دايما المفروض يطلع في مكانه، هو مش هيلاقي مكان يطلع، هيتجه اتجاه تاني. طيب. ما هو ده سبب ان السنان بتطلع معوجه، ما هو بسبب كده. طيب في صوره برضو ظاهره هنا معانا على الشاشه، الصوره دي هي الصوره دي جت متاخر شويه، بس هي الصوره دي مشاكل الخلع البدري. الخلع البدري بالظبط، يعني هو المنظر مش ظريف خالص. مش ظريف. طبعا بيأثر على نفسيه الطفل جدا جدا، يعني بقول لك في اطفال كتير بتيجي امهاتها جايه تقول مكسوفه ان هي تفتح بقها وتضحك، بيجوا حاطين ايدهم كامله بيجوا يضحكوا، فدي حاجه مش كويسه خالص بالنسبه للطفل. طب وهل التقويم بيعالج ده فعلا؟ طبعا التقويم ده زي سحر كده، بيرتب الاسنان ترتيبها المظبوط، وبامكاني اصلا ان انا بركب حاجات، عندي مثلا الفك بارز ادخله جوه شويه. أكيد. بيبقى في حاجات للتقويم. اكيد يا دكتور، الطفل برده بيبقى يعني ما بيحبش التقويم، مش حابب اللي هو يركبوه، دي برضه حاجه بتاثر على نفسيته لفتره برضه. طبعا بصي، هو في فرق ان طفل جاي هو حابب التقويم عشان مش حابب منظر سنانه، فبيبقى داخل اقول له يعني التقويم انت اللي عايزه ولا ماما وبابا اللي قايلين لك؟ لازم اساله السؤال ده عشان اعرف هو هيتقبل وجوده ولا لا. في بيجي بعد شهر واتنين، لا فكلي التقويم، انا متضايق، انا متضايق من منظره، انا مش قادر اتعامل مع ان هو ما فيش اي مشكله ولا اي وجع بيسببه، بس هو متضايق ان في حاجه في بقه دي طبيعيه. ففي كتير بيبقوا متضايقين من مشكله التقويم، بس في بيبقى جاي بدافع اظبط شكل اسناني واظبط ضحكتي. تمام. طيب بقى يا دكتور حابين نعرف منك، هل مجال الاسنان ده كان هدفك من الصغر ولا جه عن طريق الصدفه؟ لا هي مش صدفه، هو اول ما دخلت ثانوي، هو انا وانا صغيره كنت بحب الرسم والتلوين، بحب التجميل عامه، يعني حتى كانوا يسالوني عايزه اطلع اقول لهم مدرسه رسم، بحس ان انا ارسم والون وكده، يعني كان في دماغي مجال التجميل. كلنا في الاول بالظبط. بس انا كان الموضوع موهبه عندي، لما وصلت بقى للثانوي ان انا احدد هدفي، فانا قلت خلاص ان شاء الله هجيب مجموع طب اسنان. لما جبت المجموع طبعا كل اللي حواليا حتى مامتي وبابايا اللي هو لا طب بشري انت جايبه مجموع طب بشري ليه تخسري طب بشري؟ قلت لهم يا جماعه ما هو نفس الفكره بس انا تخصصت اسنان. فضلت اغيرها كتير بصراحه. حبيتي المجال؟ انا كنت مصممه عليه، انا حتى كنت في التنسيق عشان ارضي الجميع حاولت طب بشري، وعلى اخر لحظه حولت تاني اسنان، قلت لا خلاص هو ده اللي في دماغي وانا حابه المجال ده. يعني عشان كده الحمد لله اول ما اتخرجت اتجهت ان انا فتحت عياده، ورجعت بعدها فتحت مركز، الحمد لله تطورت في الموضوع سريع يعني. طيب دكتور في حاجة يعني بتحصل عند الطفل اللي هي العضة او اثار العضة المعكوسة او حاجة زي كده؟ طيب هتكلم بالترتيب عن حاجات معينة كده. الهابتس عند الاطفال، الهابتس دي اللي هي العادات، في عادات بتكون موجودة عند الاطفال، كل بيت ممكن يكون فيه طفل عنده عادة بيعملها. تمام. هبدأ بأول حاجة عادة مص الاصبع، كتير جدا جدا عنده العادة دي. طيب بشوف النموذج ده فعلا كتير. كتير جدا. كتير. طيب هو الطفل عامه اول ما بيتولد هو غريزه فيه كده، هو بيحط صباعه في بقه، ده طبيعي. الام بقى ما تجيش تقلق او تروح للدكتور تقول له انا طفلي بيحط صباعه في بقه ده كده ياثر على اسنانه. لا طبعا، لحد سن سنتين دي حاجه طبيعيه جدا جدا. طيب من سنتين لسن ست سنين، ست سنين ده مع تبديل الاسنان الاماميه، الفتره دي لو انا ما قدرتش ان انا اتحكم في الطفل ان هو يشيل صباع من بقه بتجه لطبيب الاسنان. طيب هتحكم فيه ازاي بقى؟ عندي كذا وسيله، عندي ممكن البس الطفل جلافز في ايده، جوانتي كده في ايده خاصه وهو نايم، طبيعي ممكن ايه يعرف يحط صباعه في بقه، ممكن الفه بشاش او بلاستر، تمام؟ هيلاقي برده عائق يحط صباعه في بقه، ممكن احط فيه مواد بتبقى مره كده، وفي حاجات يعني في حاجات بتتجاب من عند العطار، وفي حاجات دلوقتي موجوده في الصيدليات، تمام؟ تتحط على صباعه، يجي الطفل يحط صباعه في بقه هيلاقي طعم مر، هيقرف بقى ويبعد صباعه. في اطفال بتفضل تعافر بقى، اصل دي عاده، هو مزاج عنده حاطط صباعه في بقه. طيب خلاص مصمم يعمل كده. مصمم مهما عملتي ومهما قلتي، وممكن نكافئ، ممكن نقول له انت النهارده لو صباعك ما تحطش في بقك انا هجيب لك لعبه، هجيب لك حاجه بتحبها بالزبط. حاجه ياكلها، حاجه حلوه، مش عارف ايه الحاجات دي، تشوف هو بيحب ايه. شوف هو بيحب ايه. طيب لو وصل لسن خمس سنين ونص او ست سنين ولسه بيحط صباعه في بقه، انا دي بقى هتبقى عندي مشكله، هتعمل معايا العضه المفتوحه دي اول حاجه.
تبقى الطفل كده هو حتى بيضحك تلاقي اسنانه اللي فوق بعيده عن سنانه تحت مش زينا كده، مش متناسقه. لا لا مش العضه الطبيعيه، هي العضه مفتوحه، حتى وهو بيضحك العضه مفتوحه ما بتبقاش مقفوله. ما يعرفش يوصل سنانه اللي فوق لسنانه اللي تحت. تمام. تعمل حاجه تانية برضو، في طفل بيمص صباعه اكتف. اكتف ازاي؟ يعني هو شغال وهو حاطط صباعه في بقه بيحرك الجزء ده، فبالتالي هيضيق عنده الفك العلوي، بيبقى ضيق عن الفك السفلي من الجناب. دي برضو لما بنشوفها كده بنعرفها، بنعرف ان هو بيحط اصلا صباعه في بقه. طيب هو لما الام تيجي عند سن 6 سنين الطفل بيحط صباعه في بقه، انا فورا بعمل له جهاز. الجهاز ده فيه نتوءات برضو موجود في الصور لما تتعرض. النتوءات دي هتمنعه وثابت، ما يعرفش يقلعه بقى ويلبسه. طبيعي يجي يحط صباعه في بقه يلاقي فيه حاجز، فانا كده حجزت انه يدخل صباعه في بقه. اسبوع 2 3 هينسى اصلا ان هو يحط صباعه في بقه، والعضه اللي كانت مفتوحه هتقفل معاه. السبب انا شلت السبب، اول ما اشيل السبب العضه تلقائي هتقفل. تمام. فهو ده جزء مص الاصبع. طيب يا دكتور، تنصحي الامهات بايه عشان يحافظوا على اسنانهم، اسنان اطفالهم؟ تمام. وخصوصا ان حضرتك عارفه كويس ان الاطفال بيحب الشوكليت، طبعا وده طبعا بيؤدي الى تسوس الاسنان. فتنصحي الامهات بايه في المشكله دي؟ بصي، اول حاجه الام اول ما تلاقي الطفل اصلا طلع اول سنه، تمام، تبتدي ان هي تجيب شاشه لها مبلوله كده ميه دافيه وتمسح سنه، اللي هي لو سنه واحده تمسحها، لان في تسوس اسمه تسوس اللبن. في اطفال بياخدوا الببرونه هم نايمين، دي بقى كارثه. دي الطفل على ما يخلص طلوع سنانه اللبنيه تلاقيها كلها سودة، كلها يعني مفيش حته فيها كده ده اسمه تسوس اللبن. في برضو صوره لما الصور تتعرض هوضحها. تسوس اللبن ده مشكله كبيره جدا، وطبعا الطفل سنه صغير 2 3 سنين جاي ظبطي اسنانه. طب هو اصلا الطفل خايف وعنده رهبه من دكتور الاسنان، طب هيقعد ازاي على الكرسي؟ في الحالات دي اصلا بيدخلوا تخدير كلي، تخدير ان اسنانهم كلهم تتظبط، لان بتبقى المشكله جامده شويه. فاول حاجه طالما الطفل بيرضع وهو نايم الببرونه في بقه بعد ما يخلص، طبعا هو الامهات يعني بيبقى فيه صعوبه لان هي ما بتصدق ان الطفل ينام، بس هو على الاقل يتمسح بشاش كده او بقطنه ان هي تمسح بس اللبن من على الاسنان. طيب لما يكبر بقى ويبقى واعي عند ممكن سن 3 سنين هنبدا هنجيب له فرشه. الفرشه دي هتكون بشكل حلو كده، فرشه صغيره وبمعجون، في معجون اطفال، تبدا تعلمه ازاي يغسل اسنانه، ولازم تكافئه. طب ويعتمد على نفسه امتى بقى اللي هو يغسل لوحده اسنانه؟ والله ممكن في سن 4 5 سنين هو هيعرف يغسل لوحده، لان الطفل ساعتها بيكون داخل الحضانه وبيكون عارف كويس جدا يستخدم الفرشه ويتمضمض حتى، كل ده هو يكون عارفه. لكن في الفتره اللي قبلها هي هتساعده ولازم تكافئه، لازم انت هتغسل اسنانك النهارده كذا مره، لازم بالظبط لازم هتكافئه. لو اتجهنا بقى لان وصل لسن 5 سنين وفي اهمال وكده، بالتالي هيبقى في تسوس، لازم يكون في شيك اب يعني كل فتره عند طبيب الاسنان. لازم طبعا الامهات. كل قد ايه بقى بالظبط؟ والله هو المفروض يعني كل 6 شهور نتجه لطبيب الاسنان، كل 6 شهور نشوف. مش لازم نستنى ان يكون في الم، يعني انا بيجي لي كتير امهات لا بتقول لك ده مثلا هو بقاله سنه بياخد مسكنات، يعني دي حاجه مش كويسه خالص. طب انت بتدي بقالك سنه مسكنات ومضادات حيويه عشان بيطلع زي الخراج، بتاثر على صديد تحت الضرس. طبيعي لما تقعدي مثلا فتره كبيره شغاله مضادات حيويه ومسكنات، دي حاجه مش لطيفه، بوظت المعده بوظت المناعه. فليه لازم يكون في وعي شويه بالنقطه دي. بس للاسف في لسه الوعي بالنسبه للاطفال زي ما بقول لحضرتك، بيقولوا هي السنان دي خلاص هيطلع مكانها اسنان جديده، فملهاش لازمه انا عالج ليه دلوقتي؟ طب ما نخلعها وخلاص. طيب ما هو انت لو خلعتي كل الاسنان المسوسه عند طفلك وهياكل على ايه لحد ما يطلع السنان الدايمه؟ فيعني لازم يكون في وعي وزياده وعي شويه للموضوع ده. عشان كده انا قلت لازم يكون الموضوع النهارده عن كده. في موضوع مهم بقى، ده بقى مش للاطفال، ده للكبار. بلاحظ دايما انه يعني ماشيين بمسكنات كتيرة او بمسكن معين، ومره يستخدمه لسنانه، مره يستخدمه كصداع، مسكن الم، اي حاجه. اي الم؟ اي الم. لا هو خاص بالاسنان، يعني هو بيبقى غلط لما يكون فيه مسكن مثلا صداع نستخدمه فوار. للاسنان كتفصد مثلا يعني. ايوه بالظبط. فهو يجي جاله صداع، هو هيجي مع نتيجه. بالظبط. طب ده مش خاص بالألم، ده مش مشكلة. ما هو دلوقتي أي مسكن هو بيقضي على الألم اللي في الجسم، فطبيعي هو حس بألم في أسنانه هيتجه ليه، حس بصداع هيتجه ليه، حس إن في وجع في عظمه هيتجه ليه، طبيعي حس إن بقى في برد أو بشاير برد كده هيتجه للمسكن. فهو ده برضو قلة وعي، إن مش كل حاجة المسكنات، وبعدين المسكنات كترها معروف إن غلط. كتر المسكنات ده أنت كده بتقضي على المعدة. مظبوط. مش المعده بس، يعني هي ليها مشاكل اكتر من كده بكتير،
فيعني المفروض برضو يبقى في يعني شويه ان بالدول. في الم اتجه على الطبيب اللي هيعالج لك المشكله اللي موجوده. لا وبرضو مش المسكن بس، المضادات الحيويه دي بقى انا بشوفها كتير، يعني جاي مضاد حيوي ومسكن. طب يعني انت شخصت نفسك كده مضاد حيوي ومسكن؟ يعني دول بره اصلا المضادات الحيويه دي مش بيكتبوها يعني غير لما ممكن يكون يجيب عكس خلاص يعني النتيجة. بالظبط، هو الجسم اصلا بيبقى اخد على نوع مضاد حيوي معين، هو بعد كده ما عادش هيشتغل لك اصلا. بالظبط. طيب دكتور، انت توجهي رسالة للأمهات طبعا ان هم يحافظوا على أطفالهم او يتبعوا التعليمات اللي حضرتك حابة توجهها لهم بالشكل المناسب ازاي؟ والله بص، هو الام اول ما تلاقي اسنان الطفل طلعت زي ما قلت لحضرتك على طول فرشه، الاول قطنه لو هو لسه سنه صغير، بعد كده الفرشه والمعجون دي اساسي معاه، المفروض بعد كل وجبه على الاقل لو اكل حاجه سكريات او كده لازم فرشه ومعجون قبل ما ينام. هو ممكن الطفل قبل ما ينام ياكل سكريات، ياكل حاجات لزقت في اسنانه اصلا. طيب ما هو لازم الام يبقى في وعي بكده، ان هي تقوم تبص على اسنانه وتغسل اسنانه كل فتره، هي بنفسها لو بصت في اسنانه في تسوس هتشوف هو بقى أكيد. نقط سودا باينه خالص يعني، او اصلا تاكل باين، فطبيعي ان هي لازم ساعتها هتاخده لدكتور الاسنان تظبط له اسنانه، ما تسيبوش بقى لما المرحله تتطور. طيب يا دكتور بقى نصيحة لينا كلنا مش للأطفال بس. نفس الوضع بالظبط، الفرشه والمعجون تمام، دي اهم حاجه بالنسبه لينا، المفروض ان احنا نستخدم ماوث ووش اللي هو المضمضه. طب كم مرة في اليوم يا طيب دكتور؟ المفروض 3 مرات في اليوم. في استشارة بقى يعني كانت جات لي، يعني كان في حد أنا أعرفه كلمني وقال لي معلش والله أنا بقالي أسبوع في موضوع سناني ده ومش عارف إيه، فقلت له ليه يا ابني أنت بتعمل عملية؟ إيه المشكلة في سناني؟ قال لي أنا رحت أول مرة عنده دكتور قال لي ضرسك ما فيهوش حاجة وهنحشيه عادي. طب يعني هو ضرس العقل أصلاً؟ قال له لا ده هنحشيه عادي. الدكتور ما عرفش المشكلة ما الأساسية عرفش كان المشكلة الأساسية، حشى الضرس والوجع ما راحش. ما راحش، راح لدكتورة تانية قالت له أنت إزاي تعمل كده؟ ده محتاج يتنضف وده ضرس العقل وهكذا. المهم مشي معاها، فهي تقريبا هرت الضرس نفسه أو بوظته، قالت له أنا مش هعرف أكمل فيه. راح لدكتور تالت بقى قال له بص، قال له هو طبعا ما تنضفش كويس وهو في امل ومش لازم يتخلع، بس الفكره ان احنا هنعالج اثار اللي بوظوا الدكتور الدكاتره الاولاني قبل كده. فمشكله زي دي هو يتعامل معاها ازاي، خصوصا ان الضرس اللي قبليه مخلوع؟ فهو لازم بيحافظ على الدرس ده عشان لو هيركب او كده. في الحاله دي هو ممكن يتصرف ازاي؟ يتصرف زي مع الطبيب ولا مع نفسه لا يعني؟ شوفوا شوفك هو مع يعني سيبك خلاص بقى من الطبيب. الطبيب بقى اللي حصل لا حصل. هو مع نفسه، مع نفسه هو هيتجه لدكتور موثوق فيه، موثوق فيه، هيكون الدكتور ده يا هيطلب اشعه يا هيكون عنده الاشعه، فهيتعامل مع الدرس حسب اللي هو شايفه. عامه لو الدرس اصلا متبهدل خالص بيبقى ليه حلول، غير ان هو يعني في دروس متبهدله لازم بنخلع اللي هو جدر، هو ومفيش نصه متآكل نصه يعتبر. متآكل، احنا ممكن بنعمل حشو عصب وبنعمل دعامه عشان نحط الحشوه الخارجيه، وفوقيها بيتعمل الكفر اللي هو الكراون، التلبيسه، تلبسه الدرس. لازم نبني الاساس صح. بالظبط، لو الاساس اتبنى غلط بس ده وحطينا كل حتى لو حاجه هو اخر درس. والله اخر درس ده اللي هو درس العقل هو في الطبيعي بنخلعه، بس بنخلعه امتى بقى؟ بنخلعه ان هو مش طالع طبيعي كده يعني، مش طالع مظبوط، ممكن لو معوج كده ومضايق اصلا المريض لازم هنخلعه. غير ان هو درس العقل اصلا هو مش بيفيدنا في حاجه، يعني مش بيفيدنا في عمليه المضغ، الدرسين اللي قبليه هما اللي بيفرقوا معانا في المضغ. الفرشه والمعجون اصلا مش بيوصلوا لاخر الدرس ده، عشان كده دايما بيسوس على طول. طيب هو ممكن يعني اللي بتتكلم عنه ده اللي قبليه فاضي، الجزء اللي قبليه فاضي ودرس العقل طالع مظبوط، الفك بتاعه كبير ودرس العقل، فهيتعامل معامله اي درس تاني. هو بيبقى فيه بس صعوبه في الشغل، فتحه البق ودخول الاجهزه وكده في البق، هي بتعتمد كمان على المريض هيستحمل بيبقى فتحه صعب بق على كبيره. المريض. بالظبط، على المريض وعلى الدكتور ان هو يشوف، هي دي الفكره. فهو الدكتور هو اللي بيحدد ايه اللي هيبقى صح وايه اللي مش هينفع اصلا، هي طيب دي الفكره. سؤال يا دكتور، هل تبييض الأسنان أكتر من مرة فيه خطورة؟ بتأثر طبعا على الأسنان، بتعمل فيها زي حساسية أسنان اللي هو سمايل فلود. لا لا مش السمايل، في عندي تبييض الليزر اللي هو البليتشنج، في حالات برضه دي هتتعرض، حاجة ودي حاجة. في حاجة ودي حاجة. تبييض الأسنان اللي هو البليتشنج ده بيبقى معجون بنحطه على طبقة الأسنان وبيتسلط ليها جهاز معين،
الجهاز ده بيتسلط الليزر بيتشرب الايه اللي بيخلي السنه تتشرب المعجون المحطوط عليها، بيفتح لي الاسنان في حالات هتتعرض كده. غير هوليود سمايل، هوليود سمايل ده بيتبرد جزء بسيط جدا من الاسنان، تبقى تركيبات قشره تجميليه بتتلزق على الاسنان. وهل ده يا دكتور ليه ضرر؟ لا ملوش ضرر، ملهاش ضرر، لان هي مش بتاكل يعني، واحنا بنشتغل مش بناكل في السنه كتير. هو بيتبرد جزء بسيط جدا جدا من الاسنان، غير حتى التركيبات العاديه. التركيبات العادية لازم بنبرد جزء كبير عشان هي لها سمك معين، لكن الفينير دي سمكها بسيط جدا فمش بتأثر على أسنان، فهي هي تجميلية. وبعدين مش كل الحالات هنرجح لها هوليود سمايل، يعني في حالات ابص لها كده اه لا انت لازم هتعملي هوليود سمايل، في حالات ما تنفعش معاها هوليود سمايل، مش ما تنفعش. يبقى انت ليه متجهه لهوليود سمايل اللي هو ممكن زياده تجميل بس، لكن انت ما عندكيش مشكله. ما هو هوليود سمايل دي برضو ليها اسباب، انت عملتها ليه؟ سنانك لونها اصفر خالص مثلا، السنان فيها اعوجاج بسيط، يعني ملوش لازمه ان احنا نتجه لاتجاه التقويم. طيب. فهي ممكن تتظبط بيها، فبرضه الدكتور هو اللي برضه بيشخص وبيقول ايه اللي هينفع واللي مش هينفع. طب يا دكتور ليه بيفضل عدم خلع الاسنان اللبنيه؟ يعني ليه؟ اه زي ما بقول لك، الاسنان اللبنيه هي بتحفظ مكان للاسنان الدايمه، لو لو اتخلعت في ميعاد بدري الاسنان هتطلع معوجه، ودخلنا في قصه التقويم. في برضو الموضوع الاساسي لسه ما كملتوش، يعني لسه في حاجات في شكل التقويم عند الاطفال وازاي نعرفها. تمام. هكمل بس العادات، عادات الاطفال. في عندي طفل برضو بيجي عنده عضه مفتوحه، اجي مثلا اسال مامته هو بيحط صباعه مثلا في بقه وهو نايم او في الاوقات الطبيعيه، تقول لي لا. طب ما هو العضه المفتوحه دي ليها اسباب. ممكن اسبابها تكون ان الطفل بيتنفس من بقه، خاصه وهو نايم فتح بقه، وده عند اغلب الناس اصلا. طيب هي اول حاجه لما بتقول، لما بسالها وبتقول لي اه بيفتح بقه وهو نايم، بقول لها عرضتيه على دكتور انف واذن الاول ولا لسه؟ تقول لي اه وعمل عمليه اللحميه وخلاص والتنفس شغال. بعرف ان الطفل دي عاده عنده، استسهال تنفس من الفم اسهل بكتير من الانف، هو استسهل لان هو اصلا متعود على كده من صغره. طيب تسوس الاسنان للاطفال، هل ده ساعات او ممكن يبقى عامل وراثي؟ التسوس طبعا ليه دور كبير تبع الجينات والعوامل الوراثيه، يعني مش شرط من الشوكليت والحلويات الاطفال. في ام تيجي تقول لي انا الطفل ما بياكلش اي شوكليت ولا حلويات. طيب. وبيغسل اسنانه على طول، يعني مهتم جدا، بعرف ان ده عامل وراثي. طيب لا بقى والاجداد بقى دكتور، يعني قبل ما نعرض الحالات او الصور على الشاشه، عايزين بقى نتكلم في موضوع مهم. طبعا بعد ما ظهرت حالات الكورونا الناس بقت بتخاف تروح لدكتور، عايزين نتكلم عن ازاي عايزه تطمني المريض ان هو يجي عندك، الدنيا معقمه، الدنيا امان. الناس برضو بتبقى حابه تعرف الموضوع ده بالظبط. ايوه والله، طبعا هو عياده الاسنان طبيعي فيها الاوتوكلاف اللي هو جهاز التعقيم، خاص باجهزه الاسنان على درجه حراره عاليه، بيعقم اي جهاز داخل فيها حتى لو كله دم كده والمريض ممكن قلقان. لا هو في الطبيعي موجود. تمام. في وضع الكورونا احنا خلاص مستمرين بالتعقيم ده، في طبعا اجراءات بتبقى زياده زي ايه؟ تعقيم الكرسي، البيشنت قاعد على الكرسي. تمام. ممكن في الاوقات العاديه اللي هو ممكن يقوم يقعد مكان واحد، طبعا اللي حواليه والاجزاء اللي بتحط فيها الادوات طبيعي ان هي بتتعقم، بس احنا وصلنا لدرجه ان بعد كل مريض لازم الكرسي ده بيترش بمعقم. تمام. اي جزء للمريض. فيه لكن اصلا احنا في الطبيعي قبل موضوع الكورونا موضوع التعقيم والنظافه بين كل شخص مهم طبعا الكوبايه والادوات كل واحد ليه حاجته معاه، دي كانت موجوده اصلا من قبل الكورونا، يعني ما ضفناش جديد، يعني احنا ما ضفناش جديد في موضوع التعقيم الزياده والنظافه، لا هو نفس وضعنا كده شغالين بيه، اهتمام اصلا من الاول. بالظبط. هو طبعا عياده الاسنان لازم يكون فيها كده من البدايه، مش شرط بقى طبعاً كورونا حاجة ولا مش مهمة. كورونا. بالظبط. منا بصراحه يعني هي فقره مهمه جدا، وطبعا انت بينتي قد ايه ان الاسنان دي يعني عمود او حاجه مهمه جدا في جسم الانسان، لانه بيترتب عليه حاجات تانية، عدم هضم كويس، امور أيوة. كتيره جدا بصراحه. طبعا احنا اكيد هنحتاج وقت اطول من ده نتكلم معاكي فيه، لكن حضرتك النهارده شرفتينا جدا جدا، وطبعا احنا مستنيينك في فقره تانية. وخلونا نطلع فاصل بسيط كده ونرجع للفقره التانية، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا تاني سادة مشاهدين مع موهبة عظيمة، موهبة فعلا تستحق اللي هي تطلع للنور، كريم فهمي. اهلا بك يا كريم. اسلام فهمي. انا كريم وانت اسلام فهمي، فاحنا هنعمل ميكس، تاخدني اغني معاك بقى. مش مشكله. اهلا بك يا اسلام. ازيك يا رحمه؟ عامله ايه حبيبه كريم؟ طبعا انت منور الدنيا، واحنا اتفرجنا على فيديوهاتك فعلا، وبسم الله ما شاء الله، يعني
صوت جميل. بص انا مش عايز اتكلم كده، انا عايز اسمع صوتك. من عيني. قبل ما نسمع صوتك، انت بقى كلمنا عن نفسك وعرفنا عن نفسك شويه كده، وبدات الطريق ده ازاي؟ هو انا ابتديت متاخر بصراحه شويه، يعني كنت في اولى ثانوي. كنت في اولى ثانوي وكنت بغني في وسط اصحابي وكده، وفضلوا يقولوا لي مثلا غني وصوتك حلو ومش عارف ايه. ابتديت ادوس على نفسي شويه، عملت فيديوهات، الناس ابتدت تنزل لي فيديوهات شويه، يعني بقيت ناس تشوفني على انزل مثلا على الصفحه هنا على الصفحه هنا، فحسيت ان الموضوع بقى حلو، بقيت ادوس على نفسي فيه بقى لحد ما ربنا يكرمنا باذن الله. طيب قول لنا بقى يا اسلام، ايه المطرب المفضل عندك؟ يعني انا بحبهم كلهم بصراحه، بس يعني اللي بغني له على طول يعني رامي صبري، احمد سعد. لا المطرب المفضل. انا بسال سؤال، يعني المفضل غير اللي بغني له؟ لا المفضل عندك، اللي هو بالنسبه لك ان انت نفسك تبقى زيه. هو بالنسبه لك ده رقم واحد؟ لا انا لو نفسي ابقى زيه اكيد عمرو دياب، يعني ما فيش حد ما نفسوش يبقى زيه. اكيد طبعا. بس طيب سمعنا ايه بقى؟ سمعنا حاجه بقى. يعني ممكن اغنيه غريب الحب رامي صبري. طيب اتفضل. غريب الحب من فهمه، ما بين اتنين بيتفارقوا، وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه، وحد الحب كان وهمه. رايحين على فين، ويا ترى هنقابل مين، نرتاح وياه بعد فراق الغالين. دي الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين، والفرصة التانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات، حتى ولو مش قاصدين. وإن كان في حاجة احنا خسرناها، هنعوض في الجايات، لسه في عمرنا حكايات، هنسي فرحتنا لمين. ونروح ونسيب، ونقول ما حصلش نصيب، ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب، بيفكروك باللي اتناسى بعد ما جرحه يتيب. حلوة أوي كريم. بصراحة روعة جدا جدا. طيب جداً. بقى كريم قول لنا بقى، أنت بتدرس إيه؟ أنا في تجارة، تالتة تجارة في جامعة القاهرة. طب وبتعرف تعمل وقت بين الموهبة بتاعتك والدراسة وكده؟ هو بصراحة انا بصراحة مركز يعني في الغنى وشغلي اكتر من الدراسة، عشان يعني يكون مهمين بالنسبة لك اكتر. بصراحة. وقدرت تجمع ما بينهم؟ هو بنحاول لسه، هو قدرت بس هو كان صعب شوية، بس بحاول يعني. تحاول توفق ما بين الاتنين. طيب مين بقى اللي قالك لا يا عم فكك غنى ايه وهتعمل بيها ايه؟ مين بقى اللي وقف في طريقك كده فاهمني لا كتير كبر دماغك كتير. طب وهل الرأي السلبي قدر يأثر عليك؟ لا بصراحه، يعني انا حاجه حبيتها، وفي بصراحه ناس كتيره كانت بتديني يعني بتديني دفع، يعني من القليل اللي كنت بقابل الناس دي. ناس كتيره كانت بتديني دفع يعني كويس، يعني صحابي واخواتي وابويا وامي وكل الناس دي كانت بتديني يعني دفع كويس قوي من يعني ان انا اكمل، فما حبيتش ان انا اوقف خالص ولا حابب يعني. طب ولا بالعكس بقى، الراي الايجابي بيأثر في حياتك؟ يعني اكيد هو بيفرحني يعني، بس هو ولا سلبي ولا ايجابي بيأثر، طالما انا نفسي اوصل لحاجه يعني خلاص زي ما انت، اصل هتأثر بالسلبي هتأثر بالايجابي، هفرح وبرضه هقف، احس ان انا وصلت لحاجه عاليه جدا. يعني خلاص عرفنا ان انت مفيش حاجه هتوقفك. باذن الله يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله.
طب احنا طبعا يعني انا لسه على فكره متاثر مع الاغنيه الاولانيه والله حركت فيها ذكريات وحاجات كتيره حاجه بقى يعني حتى في الكنترول قال لي انت سرحت ولا ايه؟ ف عايزين نسمع حاجه تانية برضه يعني نسمع احمد سعد بقى طب اي حاجه اللي انت عايزه انا كنت بعتبرك بجد كتير عليا بس اكتشفت ان انا اللي كتير عليك وان انت اصغر من انك تتسلى بيا انا كنت نعمه كبيره ضاعت من ايديك بعدك مش هيموتني لا بالعكس ده انت حيتني كل حاجه بك ربطتني خلاص قطعتها انت بجد جرحك ليا علمني معلمش عليا ووقفني على رجليا خلاص كلام انت تعرف الجميل ان انت يعني بص يعني هو مش صوت حلو بس يعني هو صوت مع احساس حبيبي والله يعني في تألق بس 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 ليه نكد يعني ليه قلبت عليا الومواجع يعني انا اكتشفت ان هو صوته حزين يعني انا قعدت فعلا بغني حزين يعني حتى مش حافظ اغاني رومانسيه يعني انا يمكن حافظ لا بس انت ممكن تبقى فعلا يعني هو طبقه صوتك متميزه في الموضوع ده يعني طالعه جميله هو بص بعيد عن الحزين يعني بعيد ان هي مثلا مايله لده انا مش عارف ما بعرفش اغني غير كده احس ان انا بحبه اطلب انا بقى الاغنيه مش كئيب والله اطلب انا بقى الاغنيه الجايه تمام بنت الجيران خلاص يبقى احنا بقى بنت الجيران دي طبعا هنختم بيها الحلقه تمام فطبعا احنا بنشكركم كلكم بنشكر كل جماهيرنا العزيزه وبشكر رحمه وبشكر استاذ اسلام فهمي بس قبل ما نشكر او نختم الحلقه احنا هننقي حلقتنا النهارده بالاغنيه موهبه عظيمه بتاعه اسلام فهمي معاك تمام اتفضل حسن تمام بنت